فضيلتك نورتنا واسعدتنا النهارده. عايزين نبدا كده ب يعني حاجه من اختيار حضرتك نبدا بيها الفقره. ان شاء الله نستهل بالذي هو خير القران الكريم ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
عليك يا شيخ. أكرمك الله. يعني فضيلة الشيخ، لو هنتكلم على التدريب للإنشاد بالتأكيد أيضا لقراءة القرآن، حضرتك بتعوز تدرب صوتك وأدائك علشان برضو يكون الأداء في التلاوة جيد، بتمرن وقت قد إيه سواء هتقرأ قرآن أو هتنشد؟ التدريب زي ما حضرتك قلتي مهم جدا علشان الصوت ما يصديش، ما يطربش كده بالبلدي، لأن لازم الأحبال الصوتية حتى لو أنت مثلا مش عندك شغل أو ما عندكش تلاوة مثلا لفترة معينة، لازم تقرأ كل يوم زي وردك كده، زي مثلا أذكار الصباح والمساء، زي فروض الصلاة. تمام، أنا لازم أدرب صوتي ولينه وأخليه جاهز لأي وقت إن أنا يعني أطلب مني إن أنا أقرأ يفضل فيه مرونة في الأحبال طبعًا الصوتية. طبعا لأن طبعا الركنة وإن أنا ما أقعد فترة طويلة ما أقرأش بيحصل إيه؟ ارتخاء في الأحبال الصوتية. فأنت طبعا عايز تقول وعايز باور وعاوز، يعني الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه الخمس دقايق ليهم طريقة، العشر دقايق ليهم طريقة، الربع ساعة ليها طريقة، نص ساعة زي اللي بيوزع مجهوده كده. آه طبعا يعني ما أنا مش هقول ساعة مش هبدأ زي ما أنا بدأت علي دلوقتي، هبدأ بقى من إيه؟ مرتبة أقل مرتبة في الصوت خالص، هبدأ طيب. مخفض عشان لما أسخن أقول بقى براحتي، عشان إحنا للأسف الشديد وقتنا مش كبير. تمام، حضرتك تبدأ معانا بقى في الإنشاد أو الابتهال زي ما حضرتك تختار. طيب نقول إن شاء الله من حضرتك. أمر الله. مولاي كتبت رحمة الناس عليك، كتبت رحمة الناس عليك، تكون صعبة ممكن حضرتك ما تقدرش تأديها، أو عشان تأديها لازم يعني تكون مستعد لها استعدادات خاصة؟ زي ما حضرتك قلتي في أول الكلام، التدريب ما فيش حاجة سهلة وما فيش حاجة صعبة. بالتدريب بإحساسك بتوظف كل بيت أو كل شطرة من القصيدة بحسب هي بتتكلم عن إيه بالظبط، تحذير، تبشير، مناجاة، صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى بتبدأ توظف اللحن وتوظف الإحساس مع التدريب، خلاص تبقى العملية بالنسبة لك سهل.